فين عربيتك؟ والله ما بعرف وين صفيتهم كلها قدام. لا يمكن بعدين. شو مالك؟ رحت رحت فسيخ. فسيخ؟ محل فسيخ. لازم ناكل فسيخ. لا فليل. لا فليل. لا ارجوك سيارتي. وين سيارتي؟ لا لا تعالي. طب نتفق اتفاق نعمل تحدي ما بيني وما بينك. انا عارفه ان انت ما بتحبيش الفسيخ قوي بس المره دي انا هحاول اقنعك. ما جربتوش يا منى. طيب يمكن تحبيه فتعالي هقنعك بيه والمره الجايه انت اختاري اكله اقنعني بيها. دان على ضمانتك. على ضمانتك هيعجبني. يس هاي فايف. الله يستر. يلا السلام عليكم. عايزه كيلو فسيخ وكيلو رنجه وكل حاجه كل حاجه بطارخ بقى ام الخلول كل حاجه. الله عاملاها تشكيله كبيره كده لان المدموزيل الحلوه دي اول مره تاكل فسيخ النهارده. ميرسي جدا. يلا هنستناك. اوكي شكرا. النهارده جايبه لك فسيخ عادي اللي بيعملوه الناس. بيجيبوا السمكه العاديه ويملحوها يحطوا عليها ملح جوه علبه مثلا ويقفلوا كويس جدا من غير ما يدخل فيها هواء وتفضل شويه مثلا 30 يوم اقل كده على حسب نوع السمك. بيتجاب وبيتنضف حط عليه بقى زيت وليمون. هتشوفي بنتي دلوقتي هيعمل لنا شويه انواع حلوه. اوكي وكمان بيعملوا سلطه رنجه حلوه قوي. هناكل كل حاجه دلوقتي بس ده كله بقى عشان يتمم الموضوع لازم يكون مع بصل اخضر. يا سلام عليك بصل اخضر. هاي سلطه الرنجه. دي سلطه رنجه اهو بس خليها كده شويه عشان خاطر انا مستنيه الفسيخ. قولي لي من امتى بيعملوا معانا العيش. يا سلام ده طاجن فسيخ. ده احنا بنسميه الفخار ده بنسميه طاجن. اي حاجه بتحط جوه. فهنا بقى الفسيخ اللي احنا هنبدا ناكله ده فسيخ مخلي. ده العيش يا جوزي. انا هذا بحبه بس انا ده الوحيد اللي اعرفه. فتعالي بصل اخضر وسلطه. اوكي بصي يا دي ايه خليها هنا شويه. استني مرحله التجريب. عايزه الحاجات الكبيره. خلينا نعمل واسعه لانه حضرت منها طالبه كل المطعم. يا سلام. لا مش ناويه تدوقي ده. انت اعملي وانا هقلب. ده الفسيخ. الرنجة. ده بقى بتعملي كده. هات لنا معلقة. طب انا مترددة شوي بس رح احاول. انت كمان بتنصحيني ابلش باي واحدة؟ ممكن تدوقي الرنجة. أول وحدة؟ عشان خد واحدة واحدة. بسم الله. أيوة هاتلي معلقة. وكيف أنت تركزيش بالأكل ركزي معايا أنا أول حدا. أنا ما بقدرش أقاوم التصنيف بصراحة يعني. دوقي دوقي عشان نكسب التحدي. يا سلام بصي دي أهي. حصل لي استخارة أنا تقريباً. ممكن اوعى تقع بس هاتها هنا بليز. صدقي ماشي اوكي تمام. صدقي منها بدها شجاعه كثير. واحد اثنين ثلاثه روحي يا دودو. عندك البطارخ. تعالى انا عندي هنا مكان. مرخنوط حلو. اوكي لطيف الفسيخ. اوكي اتفقنا. جبت المحل كله زي ما انا قلت. برافو عليك بطروخه دي رايحه بق مين؟ لا يا حبيبتي. دودو انت قدرتي التحدي المره الجايه؟ والله حبيبتي اكلت. عارفه ايه اللي بيخلي الناس ما تخافش ان هي تاكل اسماك مملحه وفسيخ هنا في الامارات بالذات؟ الفسيخ ده بيعدي على اكتر من اللجنه بتفحصه سوري وتشوف اذا كان صالح للاستخدام ولا لا. كل شويه بيحصل فيه تفتيش. فانت بتاكلي وانت مطمنه تماما 100%.
طيب اوكي شو بقى كمان؟ هذه شو منه؟ ده فسيخ بس هو نايم. ودي الرنجه اللي هي زي دي، يعني مش نايم قبل ما يتنضف. طب انا احنا عايزين ناكل بقى براحتنا صح؟ دلوقتي في الاستوديو بيحسدونا. المره الجايه التحدي عندك صح؟ منسف منسف اردني. استنونا في التحدي الجديد في المنسف ورازوا على الاستوديو. ولا يعني دعاء ولا مركز اصلا. شو التحدي؟ التحدي فسيخ صح؟ ايه منا بتاكل فسيخ ودعاء بتكفي بالخبز. اه اكلت منا.